Unité 2. La vie associative. Activité de lecture. إذن عندنا صفحة 64 من les activités de lecture. فيها leçon O. O هذا كي تسمى صوت. صوت leçon O. إذن كي تكتب بهذا الشكل. إما O. أو بيان O. A. U. أو بيان بهذا الشكل O A U. إذن عندك نتكلموا هنا على الصوت. المطلوب السؤال الأول المطلوب فيه جونتور لو مو أو لو سون O. إذن أحيط الكلمة اللي فيها الصوت O. هذا الصوت O واللي كي تكتب لو سون O سيكري O إما بهذا الشكل O ou bien O, là, A, U, O, O, E, A, U. Et je lis les mots. Ou akra ou l'kelibet. Crapaud, devdar. Là, qu'on se met à saut O. On dit O. A, ou bien A, U. Idem, ou hait, bien dit l'kelima. Chapeau. شابو هو الخباء عندي صوت او ومكتوب بهذا الشكل او ا او كنار هي البطل ما عنديش صوت او اوتروش هي النعمة عندي فيها صوت او هو ا او روبو الانسان الالي كاين صوت او وعندي او وكيتكتب بهذا الشكل او مورسو قطعه دو بان قطعه من الخبز اذا او عندي او وعندي الثاني او هنا او ا او اذا احيط بهذه الكلمه شو معناه ساخن عندي الصوت او وكي تكتب ا او بو عندي الصوت او وكي تكتب او ا او طورو هو الثور الثور عندي فيها او هو تكتب ا او وعندي او اخرى كتكتب ا او ا او السؤال الثاني je lis les mots et je barre les instrus اذن je lis les mots اقرا الكلمات et je barre واشطب على زائد عندي الكلمة هنا موتو معروف الموتور فوتو صورة موتون الخروف ريغولو معناه مضحك وهنا كتلاحظوا كامل عندي الكلمات فيهم او الا هاد موتون هنا ما عنديش فيها او إذن هي زائدة أشطب عليها هذه الكلمة فوت خطأ طب أوتو سوري فأر عندي أيضا هنا الكلمة الزائدة سوري ما عنديش فيها أو شاتو هو القصر موش دبابة درابو علم مونتو معطف إذا عندي الكلمة تقول لا موش
ما عنديش فيها او، كلمات كلهم فيهم او مش زائده. نمر الى السؤال الثالث. Je colorie toutes les écritures du son او. إذن ألون جميع الكتابات للصوت او، وفين ما كاين او عندي او او هنايا لا اي او او. إذن كاين ألون هذه الكلمة اي اي او، هذه ألون هذه الكلمة هنا اي او او، ألون هذه الكلمة نعم اي اي او او، هنا ألون او او نعم ألون هذه الكلمة او او او. إذن اللي عندي او وعندي او او اي او نعم او، ألون هذه الكلمة او ايضا او ان او اي اي او، وعندي اي اي او او او، هذيك الاول الكلمات الكتابة، وعندي في الاخير اي. إذن هذه هي الكتابات اللي عندي اللي كان لونها. السؤال الرابع. Je lis les mots d'une seule syllabe. أقرأ الكلمات من مقطع صوتي واحد. مو كلمة. فو خطأ. أور ذهب. شو ساخن. بو فو العجل. بو جميل. بو le taux d'intérêt d'Excel Faïda. Pour saut sattel. Saut nour. Pour gilde. Pour roux. مو دو ظهر. إذا السؤال الخامس. Je lis les mots. أقرأ الكلمات. مارتو. بولو. كوتو سكين. مارتو هو المطرقة. لافابو. شوسور حذاء. باتو. طوماط طماطم. فوت خطا. بيرو غاتو حلوى. ايبول كتيف. ريدو. دومينو. مارتو خلنا مارتو مطرقة. اسكارغو حلزون. وازو عصفور. اوتو اوتوموبيل سيارة. سؤال السادس. عندي لا. Je lis les phrases.
أقرأ الجمل. الجملة الأولى عندي l'escargot porte sa maison sur le dos. Il est rigolo. L'escargot, الحلزون, porte sa maison, يحمل منزله, sur le dos, على ظهره. Il est rigolo. هو مضحك. الجملة الثانية عندي Le chameau a deux bosses. الجمل عنده واحد جوج دبات هنايا على الظهر ديالو. دو بوس كنسميهم لي بوس. A deux bosses. وعندي الجملة الثالثة Il fait chaud, le soleil brille. Il fait chaud. الحال الجو ساخن. Le soleil brille. الشمس تبرق. إذن ونأتي إلى النهاية صفحة 64 وشكرا. ولا تنسوا الإعجاب والضغط على زر إن أعجبكم هذا الفيديو.